على عكازيه يحاول أحمد عبد الله أن يلقي بهمومه التي أثقلتها أزمة لبنان، ليأتي خبر رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة كجرعة مفرطة أحرقت كل سبل الحياة لديه، وهو الأب لابنتين تعانيان شللا دماغيا. يعني هلأ كل الأدوية بتلحق المليونين ونص. حضرتك قد ايه معاشك؟ 999,000 ليرة مع أجار الطريق ومعاش العائلة. انا ما فيني، لا ما حقدر اجيب دواء، بدي بلش صوم، بما معناه انه بدي بلش احرم حالي من الاكلات واحرم حالي من كل شيء لحتى اقدر احافظ على صحتي. بابتسامة مصطنعة يحاول احمد حبس دموع العجز، هي حال معظم اللبنانيين اليوم. ادوية الامراض المزمنة مرتفعة السعر لا يزال دعمها بنسبة 65%، متوسطة السعر بنسبة 45%، ومنخفضة السعر لا تزال مدعومة بنسبة 25%. فكيف أصبحت أسعار بعض هذه الأدوية؟ عندنا الأملور 5 ميلي جرام كان حقها بحوالي 15,000 صارت 133,000، الجالفسمات كان 72,000 صارت 430,000، الكورنرون لتنظيم دقة القلب كانت 14,000 صارت 123,000، السيبراليكس مضاد للاكتئاب كانت 28,000 صارت 171,000، التاردن 20 ميلي جرام كانت 40,000 للكوليسترول صارت 179,000. هلا احنا ملتزمين بتسعير وزارة الصحة، إذا عليت بدنا نعلي الأسعار، وإذا نزلت وزارة الصحة كمان مضطرين ننزل الأسعار، ما لنا علاقة. منذ 4 أشهر رفع الدعم عن أدوية الصحة العامة، ورغم تأكيد الدولة المستمر بعدم المس بالأدوية المزمنة، إلا أنها وجدت نفسها كالعادة عاجزة عن الالتزام بكلمتها. 4 أشهر صرنا ما استوردنا ولا دواء أمراض مزمنة على لبنان. نحن 80% من الأدوية تاعتنا فاتورتنا مستوردة، وبالتالي انقطع الدواء. المبلغ اللي تحدد من مصرف لبنان انشال منه مبلغ اللي هو بده يغطي أدوية السرطان والمستعصي، هول لأنه هلا مأمنين 100% مدعومين ووصلوا على لبنان ولا شو عم يوصلوا، حلت هاي المشكلة. وضل مبلغ من المصاري، المبلغ المصاري بده يوزعوها على الأمراض المزمنة. رفع الدعم طال أيضا حليب الأطفال بنسبة 50%، فأصبح مصروف الحليب لمدة شهر يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور. ناهد يوسف، العربية، بيروت.